محمود كبست بشوفه. ها بروح عند العم زيد بالصغير. قول له قول له لا يا الكعبة. وين راح؟ وين راح؟ ولا راح فيها؟ جبته بالمراية. محمود وين؟ محمود انا محمود. وضرب خلص هو. حلوة يا عم زيد حلوة. بلعبوس. شو يا سيف؟ شو يا عم محمود؟ زين شو صار مع زيد؟ حكيت معه؟ والله تصدق راحت عن بالي، بس ما خاب ظني الماتور عنده ودع. خلينا يا زلمي دقيقة، أنا رن روح خلنا رن نتأكد شو صار. رن عليه. يلا ألو. هلا عم زيد، كيفك؟ هلا والله عم زيد، شو طمنا شو صار معك؟ تأخرت يوم كبينا الماني، يوم كلها كبينا، طلع بالعين ماتور. بالله عليك. خلاص والله زي ما توقعت، ربك يعوض. طب شو بدك تسوي بالحمولة اللي معك؟ هاي الحمولة اخذت، جبت عروس جديدة ستريم لاين. والله الف مبروك. وهيني جاي الطريق عليك، وتقريبا هيني وصلتكو معي. والله صاحبنا. مين صاحبنا؟ محزر. مين يعني مين؟ والله ما بسكري. اوف ولا لقيت. وش في طب شابكو معك على الراديو كمان. طب وينكم؟ وين صرتوا؟ نشغل شاحنات نحنا؟ شغل هاي الورق. هاي الحبة الخضراء اجت. والله شغل. يلا ها. وين انتوا؟ عند الكازية؟ هاي صلاويص. واقف. يلا. استناكم. يلا اطلع اطلع. مود اطلع. تعدى عني. انا اني جاي لك لسه. عشان تعرف معي عراسي والله يا ضلعي. ايوه يا سي عم زيد، شو اللي لقاك بسنان؟ والله نسيت قاعد باخذ ستريم لاين بدل العوايات اللي معكم. رحت اشتريت تريلا جديده. انت شو جايبك هون على المنطقه يا سنان؟ عمي انا ضمون، وين ما تروح بتلاقيني. سنان بكل مكان. اي شو بعد جاي على القافي، سنان في كل مكان. بالضبط. يهدي بالك زمان. هذا اللي قدامي على القدام. لا في بيناتنا بوتات. فان و دير بالكم الباصات على الكوربات. الباص كان جبهه وسعوا علينا بدل ما يوسعوا اكثر. ايوه صلي على الطريق يا زلمه. محمود لازم شوي يا اخوان. والله لازم تطلعوا البوتين. والله لازم. لازم نتجاوز فان وشاف، او احنا نتجاوز ما بدنا. محمود اعطيني نوتيفيكيشن وقول لي ادعس. انا ما اعطيها. طيب شو وضع الكوربه؟ طب شباب اعطوني. انا راح اتجاوز. تعال الحقنا الشيء. طيب انا اتجاوزت. في بوت جاي دير بالك. راح اشبحه. ما عندك شيء تخاف عليه. محمود بعرفني يا محمود. في كمان بوت جاي. تعال يا سيف. خلص قلنا تجاوزنا هيك وصفطناه ومتصفط. يلا يا اخوان، بس لانه في عندنا طلوعات هسه على الطريق فبدناش نروح احنا مقصرين. يلا اكيد. انا لحد الان مش بتخوفش يعني. والله بس الاقي طلوع انا صغير بدعسلها بتجيب جو. بدي يتجاوز عني يتجاوز. انا لحد الان اموري جود. خلينا نشوف الوضع هسه. يلا الامور ممتازه لحد الان. بس زيد لانه ساحب قدامي شويه. والله مش ساحب. شو سنة زيد راس داعي. يا بالك في تريلا 70 ماشي. لا انا اموري جود يعني. افهم من هالحكي هسه احنا كلياتنا معنا سكانيات. مين بتجاوز؟ انا. احنا معنا ستريم لاين. انت معك الاس، انا معي ستريم لاين. محمود و سيف. محمود كبست بشوفه. ها بروح عند العم زيد. قول لي قول لي لا يا الكعبة. وين راح؟ وين هواي ولا راح فيها؟ جبته بالمراية. محمود وين؟ محمود انا محمود. شو اللي صار معنا هذا؟ انا سكرت. ضبط وضعك كمل. انا لانه كان في طلوع يا زلمة فارتفعت فلتت من زفتها. فلت الدنيا. Thank you.
يلا يطاح له على الغيار. ما قدرت شد على سبريك اخواننا. مين بتجاوز؟ اطلع روح فوت. امجد اكمل هو هو باص باص هدي 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 باص باص اوعى الباصات مقف. امجد قبضتك؟ لا امجد دهوة لا امسكتها. حلو يا اخوان. قلب 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 بوب 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 زيد هدي هدي محمود وراي هدي هديت هديت وقفت وقفت توقف كامل. اطلع 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 تجاوز عم زيد تجاوز ولا اطلع؟ روح هيني روح طلعتوا سنان ومحمود؟ اه انا طالع عادي بس انا كنت اعطي احداثيات لمحمود يطلع قدامنا. اطلع محترم روح. لا والله هين 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 اللي بعده بدكم تيجوا ملطين يا اخوان. زقزاق زقزاق انا هيني ماشي على الانجن بريك. او زيد هدى انا هديت محمود. اه انا قصرت مش هديت وانا قصرت معك غيارات. اه هسه صلوات لنص عشان بدكم تعطوها دعسه محترمه. ها تدعس انا. اه روح بس ما احكي لك عن الجير الجديد. ما احكي في شاحنات قدامنا مقصره يا اخوان. اطلعوا اللي بعد. ايوه انا قصرت وانا قصرت. رجع غيار رجع غيار رجع غيار. في تصليحات على الطريق باخر النزول. ها تصليحات محترمه يعني. يلا قصرت حلو انجن بريك نور. عم زيد بنور. اطلع سيف يلا روح يلا روح شوي شوي عشان ما نكبكب الحمولة يا اخوان. يلا وشو حمولتنا؟ صاروا دولارات يا عم زيد. قوة اطفال. بومبرز بومبرز. نرجع لموضوعنا يا اخوان. ايش موضوع يا اخي؟ الكاميرا صارت تتحرك على الابديت الجديد لما تنزل هيك. اه لفوق اه بالنزول. اه ايوه صح. انا هيني زمان داعس طفايات في قبالك جاي شحن سيارة. اطلوع بس طلوع يا اخوان بدكم تشدوا بعد الطيور. يلا انا شديت بعد هاي 12 ارجعوا بعد في كوربا وطق شطفايات. اطلوع كين دير بالك دير بالك دير بالك. بعدين نزول مع كوربا عطلي وطلوع. ديروا بالكم هنا يا اخوان. الله الله طفاينا. انا وقفت شيء لا سيف فوز. وقفت انا وقفت مزيد مزيد شحطت محمود وقفت. انا جيت على يمينك يا سنان وانا جيت على يمين زيد. بسم الله نقوم. سيف ترجع علي قاعد ريحت سانتي. انا بقول لك بنبهك يا عمي. يا عمي انا بنبهك يا عمي. افتح كروك يا عمي. يا عمي تفرق تفرق قادم تفرق دقيقه انت تقطع لنص السن. اطلع يلا روح روح روح. انا طلعت معي والله بتفوق معي قاعد. اوه اه تفوق. شوف 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 فرق. عم زيد امشي مستناهم ولا شو؟ لا لا امشي قدامهم. توقع قدامها في طلع لازم لنص. محمود انا اسف قل لي. اه هسه انتبهت لك روح. هذا الدرج مش مبين عندك انا يا سنان. انا والله طلعت على الكاميرا الخارجية. الدرج مش معبرني. لا طلعت على الكاميرا الخارجية. شكرا شكرا يا سنان. اتفرج على التشحيط. شكرا يا سنان. لا وقت المتابعين عندي التشحيط يا محمود دقيقة. ارض على الكاميرا. شكرا. اه فيها دواوين هاي يا زلمة وشغفي نجيبك. استنى علي. انا ما انتبهت لك واعتذرت لك يا عمي. اعتذرت لك. زلمة كل هذا مش شايفني يا زلمة. هياتني هياتك جنبي شفتك هياتني عادي. كوربو كوربو تفاهم وغلط هذاك تفاهم وغلط. اه اسمع شكلنا نبلش بعض انا وياه هذا. تفضل سيدي محمود. مولي غالي يا اخوان. لا تفضل سيدي من بعدك من بعدك تفضل. اخذ يعني انا تفضل المصر. اه تفضل شكرا لك عطوفتك. بس انا كنت بودي المتابعين اللي عندي كيف العجل بفوق. يلا قلبي يلا. اه بتعطي كلاوات علي ماشي كلاوات. يلا بمون عليك يا سنن. بتمون اكيد سيدي هاي ما اختلفنا عليها. والله قدامنا زقزاق هسه راح تشوفوه. قدامنا كلاوات بتخوف. اصبر انت بس اصبر. والله كثير حلوه بس غطاره يا عم زيد.
هدي يا بقول لك هدي 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 انا حاط لا افك اربع طقات بدك تشغله اذا مسلك هوب سلام بينت عندك الزيحه ما انت من وقت بتلعب عندك الذنب يطالع رحله عندك اربع طفايات ما تفضاي داس الديزل هي الزيزاق ولا لا تغمي اربع طفايات مره واحده يا سيف لا مو بالقصد هاي الحركه هسه بالقصد عملت عشان هيا زحت معك شفت كيف اوه زحت معك لو تسمع الصوت الصوت لو تسمعه بس لما تزيد في بوت جايكو في فان باص باص وراه بوستر يا اخوان اح شو حطت انا فاي قاطع هذا تشحط من ورا كوربة شمال بنت لذينة وجاي تريلا يا اخوان مان حمراء تريلا مان خمرية بيطلع تريلا 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 لحد هسه مستقيم قريب لحد هسه لا الامور طيبة بس كوربات كثير شو اسمه متعرج الطريق اه زيكزاك محكم ممتع انا ممتع وانا بسوق هسه هيك وغيارات وتلبيس ممتع اه هي حلوة اخوان سيف. لازم كلكم تجيبوا الجير هذا انا خلص وصيت مهيني حسب الريكومنديشن تبعك يا عم محمود يعني الفيديو تبعك اللي حضرته خلص انصلجت معي على واحد وصيت مين مش مغل وصينا جير من عند حدا غيري وصيت لا من عندك انت فكرت. من عند مين فكرتك موصي انت يا زلمه لا يا زمالك مريض من عندك انت مريض انا مش مريض انا قاعد بتعالج انا مرحله العلاج لو سمحت اللي بدات محمود يعني هسه مش متغلب انت بالجير نهائيا تعودت والله تعودت عم زيد الحمد لله اذا مكبس الطفاي لعلي لحالها هاي لحالها قصه ايوه صح اربع طقات طقه واحده انجن بريك مش طفاي انجن بريك حاطها مش طفاي اوكي سلع الجير كمان او حطها تريلر بريك واي حواسك لا لا بالعكس حالاتها يا سنان انجن بريك انا والله بستخدم بتريلر بريك حلوه خصوصا القومات على القومات بتمسكك من ورا ما انت لما تفقع انجن بريك مع شو اسمه مع فقسات يا سنان بتقعد تعطيها عكسي هون الشعور الصح اوه ادعس الطريق مستقيم يا رب اللي قدامي يدعس انا ادعس انا ماشي شوي شوي شايفك على مواي في جاب صغير بيني وبينك لا ادعس ادعس هسه الطريق ادعس ها ادعس الطريق بجن تقريبا سكرت على الباب يعني وهي 12 هون هي 12 وهي سادس لو هسه هدي اللي وراي انا وراك ما عليك انا داعس هي تصريج في كوربه راح تبين عندك خريطة السيارة ضد 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 واحد شكله في كوربه محمود طفايات خفيفه طفايه طيب جاي في فان مر انا كاوي نعتوه باسم السياره اخوان مش مشكله في تريلا جاي في تريلا وراه سيارتي انا كاوي هدي 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 يا سنان هدي وهدي يا اخوان صح ضربت خلص هو حلوه يا عم زيد حلوه اح اح بلعت بوس بلعبوس هسه مش طبيعي مره واحده بلعبوس بس حكي دول وترابي مو رجعنا على ترابي ها رجعنا على ترابي طب استنى يا سيف سيف استنى استنى الشباب وانا حاسس هاي سمعت صوت تلفون برن ناس سمع صوت تلفوني برن انا ما سمعت صوت تلفونك برن خلاص لا انا توشت ما بدي لا تيجوا طايرين اذا بيجوا طايرين ايش حاط مين اللي خش هذاك انا محمود انا هاي جينا اح 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 بس كيف لح قصه لا الاح انا لما انت تقول اح انا بعرف انه في بلعه في الموضوع اح يا يلا روح يلا هاي الطريق ترى هون الناس بلش طياق الستيرنج بلش يلعب طلعوا يا اخوان محل الجبال اللي قبالنا محل الشجر الجبال والشجر
هتمعوا شاي يا اخوان؟ مقطوعين. مقطوع من السوق يا خيال والله. ام محمود. السيرنج بعد. السيرنج قاعد يدبك مو يرج. بدبج دبشل السيرنج. علي. هاي الطريق يا مكسر. انا معطيها سابع. يا اخي هذا السابع من زمان عنه بطلت اعرف ان هاي الارقام تاعتكم. هو طلعي حلو ام محمود حلو. طلعي لا تغريني. مين هذا قاعد بأسس قدامي معلم؟ انا سنان قاعد بأسس. شاحن جاي وانا قدامه نفس السلف وهو قدامي نفس الشيء. اح هاي قدامي بوتات بس مش عارف اتجاوز عنها. لا في سيارات جاي. يلا بعد هذول تتجاوز. ها يلا في قدامنا في قدامنا لفه ترى داست شوي. في سيارات جاي لا داست اح شوي. لا سيف اعطيه اوف شفت في باص دير بالك سيارة في باص. انا تجاوزت. لا ما في على السايد الثاني. ما عليك لحد الان انا داعس. وش عليك وش في شباب قرمية شجر على جنب الطريق دير بالك اخوان. اوه 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 اخوان زقزاق مسخ ولا زقزاق مخيف اللي سويته. هدي 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 اخوان. لا قدامنا الزقزاق وانا انسى اح طلوع الجاي الشف عندي سيف بوستك. ها يلا وصلنا احنا. بوستني بوستك من ورا. وين ضلعي؟ وين من ورا؟ علي كايل. ماخذ كل المطاعيم يعني ما لها جواب عادي لا تخاف. يا اخوان طريق جبل الموت. والله يا اخوان هي يعني طريق والله هنا صعب. طريق يعني جد طريق بتطلع. اوه هسه اقوى طلوع قدامنا. يلا صلاويص هدي. ليش هديتوا يا اخوان؟ سيف هدى. عم زيد قدامي يعني انا القدامي سيف. انا يعني بمشي مع القدامي ف لا سهل على فكره مش صعب يعني مش صعب يب. بس الكوربات شوي وسع وسيع عندنا كوربا شوي. ها راح تكون تايت من نوع ابو كلب. انا هديت عشان شو اسمه اطلع خارج نشوف الوضع كيف. هاي وسع عليها. ارموا تيم ليد يا اخوان تبعنا. باي يا اخوان استنى جايك في التوسيعة جايك. ها ها صرويص. شو الوضع؟ انا شايف انا شاكك طير يا اخوان طريق امور طيبه. عشان لولا الحب اللي طلعت لي بيدي يا اخوان ولا كثير بكون مستمتع. يلا مش مشكله سلامات عن سيف. الله يسلمك طلع. سلامت ايدك. الله يسلمك عم زيد. سلامات ضلعي. الله يسلمك رحت وين؟ او فاي دكلاوات كبرت جبل. هاي تقريبا خلصنا. لا سهل كان مش صعب. لا جميل. ايزي ترى. سو ايزي. فعليا يعني لازم كانوا شادين معلق تحت. لازم شادين طلوع اكثر. يا زلمه انت ناسي ايش صار فينا باول حلقتين يا سيف. يا الله بس لا لازم شد طلوع والله زياده متعه. لا تقتل المتعه. طريق خضار عشب شوف اقول تجيب لك ذبيحه اللي قاع الشجره تنزل طحن يا غالي. شو اسم هالغابه هاي على طريق المطار؟ عبين شو اسمها؟ لا اليوبيل خلاص اللي عند دارنا يا محمود. هاي لا يا زلمه في على طريق المطار. غمدان. ايوه غمدان غمدان غمدان. انا مالك مستاكل بعمان وطول عمري ما فتها 10 مرات
قاعد بعلم فيك بالطرق. يلا قلبي يلا. جاي طاير. كيلومتر. يا إخوان فان جاي طاير. فوتني برمية أجل. بس يا إخوان تقطيع الحطب كثير في المدينة. تقول عنا أقسم بالله العظيم وين ما بتروح غابة بتلاقي 20-70 شجر مقطوعة. أوعى. بدك تطلع على اللوج هون. كمان زقزاق قدام. يم بلش يبين. بلش يبين. انا مش مبين عندي على الماب. مبين عندك الماب. عمي شحنتي شاشتك و هي احدث. بس الستريم لاين والله قوية. لا اسمع شاحن يا محمود. الستريم لاين اقوى من المفروض انها اقوى. والله انا حسيت الساقوة لما جربت الثنتين حسيت الساقوة ولاني متعود عليها من يوم ما نزلت اللعبة. هاي بداية الزقزاق وفي ايه طفايات بشوي لانه في واحد مهور تقريبا طقة طقتين. ابا يا الباص يا الباص اخوان هو عليه ترافيك. بركاتكم بركاتكم بركاتكم. ليش وقفت معاي؟ ايه وانا كمان وقفت وقف كم؟ للشباب للشباب. ليش ترجع علي معلم معلم؟ ما بعرف انا حاط اول تغلب ترجع لحالها. نعتذر اخ محمود يعني الموضوع مش شخصي. لا لا يا اخوان طلع خب لك. انا طلعت ها يا والله قاعد اقزر عليها تقزر. هسه بنعطيها شده. بس هون ترافيك ها؟ ما فيها في ترافيك ديروا بالكم. هي سياره جايه في سياره جايه يا اخوان. يلا روح مقلب. والله وانا سيم قاعد بلعب بالغيارات. المشكلة ظل داعم ما وقف. ضرب السيارة سيف اصبر. ضربتها؟ ضيقت علينا. هي وقفت. في عليك عادي بس تطلع محمود. لما تبلع. عادي امورنا طيبة. في باص جاي وراك ولطلو في شاحنة. يا رب مضربة. يا عم زيد شد شوي بس خلنا نقص. في تغلم مقبل مهوري. عيني ضيقت وسعت. اوعى الفولت ولا تشبحها يا اخي لا تشبحها لا. حلو. الحمد لله. حلو 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 حلو. هو حابب تركيز طق انا قربت على الكاميرا. هاي سنابي شباب ناسينا باللايك لايكو وشارك. والله شباب صح يشترك على اني قربت على الكاميرا كثير مدقق على الطريق فاهم علي كيف وجهي لزق تقول حصيني زين. وسع محمود ما انتم بضلكم توقفوا ولا حد وقف ماشيين اتقعد تشلف عنها. والله ما حد وقف. ايوه اخر هاي اخر كوربتين ظلين الكورب اللي قدامنا عم زيد كثير وصل. والله وسعت توسيعة اقول لك يعني 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 ادت عم احتراف. انا طلي على الشباب اللي عندنا طل 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 على مراي كيف الذنبة ولا نزلت على البطين. واللي مش شايفه عندي ممكن يشوفه عند مقطع محمود. لا مصلي سنان شوفير من يوم يومه. انسى معلم والله اني انا بستمتع في الطرق هاي يزم. في فورد يا محمود دير بالك. هو دير باله شي تعطيك نوتيفيكيشن عشان في لك ضلعي يا سلام. هاي خلصنا الزقزاق صلاويص. وقف هون لقدام شوي صلاويص لقدام شوي وتزعنب بنريح بنوقف على استراحة. بس بعد 70 كيلو تقريبا 60 كيلو في استراحه في طيب مدينه نقعد عندها نشتري لنا من غاد شيبس بسكوت ابو الشرب بنوع. والله صح هسه قدامنا نزول نزول شباب طفايات طقتين لثلاث طقات اصلا الطريق نزلنا شارع صايدين. اسمع هاي طقه هاي طقتين اللي معه عم زيد احلى عم زيد طق طق سنان هدي هدي على الاخر. عم زيد خشها بالعرض. عم زيد قلبي شيل يا طويل العمر محمود بتزيح قاعد ما زاحت. والله لو شفت عم زيد والله لو اخذ لها كليب يا اخوان. خط بس هاي طقة ما في باخر كوربة في ديروا بالكم. لا مش نزول يعني مش محسوب على النزولات القوية يعني نازلوا حلق بس فاتح طقات طفاية. هاي رميت 12 هسه طلوع هون هسه طلوع يا اخوان بدكم تلنصوا ترى ها؟ لا بعد نزول مباشر بعد مباشرة نزول كوربا. هيا
طفاية. هدي 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 في ترافيك. هدي محمود. انا عيني بعيد عنكم. عم زيد اتجاوز. عم زيد اتجاوز وانا معاه برضو. كل مرة. هدي هدي هدي. فيش قبالنا؟ اه. هدي 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 على الكامري. هديت. خذ مسربك. تغير لا تحركت الورانة. انا بعرف اسكر عليها كيف. اوقف. سنان تعال قدامي. تنظل مسكر عليه. لا لا اطلع 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 ما عليك روح اطلع. روح. بس وين محمود؟ محمود وراي؟ محمود وراك. يلا روح. في داف دير بالك منها. دير بالك حب. هاي الاستراحة قربنا عليها. يلا. هاي نزول. نزول على الراي. اطلعوا بعدها دير بالك. هذا اطلعوا بعدين طريق مستقيم. الاتجاه نحو اليمين. يبغى اسمك قبل عليك يا محمود دير بالك. اوه يا اخوان ديروا بالك. في كاسية توقفوا عليها. قول استراحة. اه في كثير في استراحة على الشمال جوا المدينة شو بتحبوا؟ والله نروح استراحة انا بقول جوا انا خشيت بسنان كيف العو؟ لا كم تعطوها من 10 يا اخوان العو؟ اه استراحة يلا يهدي استراحة يا اخوان لا بأس فيها والله يا اخوان قاصين بالصخر سبحان الله واه هاي يا اخوان من السوليف على طريق العقبه بين لهل اوه دقيقه دقيقه هاي يا اخوان اه انتوا مالهم هذول يا اخوان بس معرض بنص الشارع يا اخوان بعد كوربه طوالي اح اح هديته والله ما حد لمسه جايين بسرعه 10 انا وزيد من سوليف لهل على طريق العقبه بقعد يسولف على الصخر اللي قاصين فيه و اه هذه هاي كل طلعت عقبه ضروري يسولف فيها يا اخوان ضروري ينفتح الطابق هذا اه وين شوفوا وين هسه نوقف هون شوفوا هالصخره اي قطعه الكيك في مدينه لجوا ليش ما نفوت جويتها طب يلا ها نشوف في مسافات جوا زمال الباص هذا يا زمالك خذوا شمال خذوا شمال يا اخوان الله يلعن المليح بداركو انا بلعت استنى هذا الباص اهبل بدكم فزعه لهوشي ليش استنى سنان 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 ده طيب قدام عم زيد خلص هون في مسافه هون نصف كلنا هو اصلا شو جاي هون الباص ما ابدا ايوه هون قربنا تم سيدي يا زلمه الناس ايش تمشي عكس السير قلب بريطانيا هان لا المانيا البوت عكس السير مشى معاي اجي له اخبارك هاي هذا رجع عادي والله العظيم اه مشيتهم غريبه اول بوت مشى عكس معاي نصفوا انا يلا يلا جاي سل بلان الشركه اللي نصف فيها شوي وين صار فين انتو؟ هاي سل بلان يلا هاي غماس وينك الصفر؟ الشباب نوروا انا هي انت صف هون كني سكرت عليك اروح صف جوا لا لا خلص عادي تعال تعال هس خليك خليك صف جنبك خليك 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 هنا جنبك فايز صف على البوابه وتيجي تصف مكاني طيب يا اخوان لهون راح تكون نهاية هاي الحلقة الحلقة الثالثة من السلسلة اللي احنا بدينا فيها يا اخوان وان شاء الله بنشوفكم بالحلقة اللي بعد هاي ولا تنسونا من لايك وشير والسبسكرايب وتفضل اخ سنان انا يا متابعين اللي بطالبوا بالسلسلة بس انا تحديث البرو مود ينزل يا اخوان مشان هيك انا متأخر عليكم بالسلسلة وشكرا عفوا كل احترام للجميع ونشوفكم بالفيديو الجاي والسلام عليكم
هيا.